هو انت علشان كده خليتني اسيب تليفوني في العربية؟ بالظبط. طب انت اتأكدت من المعلومة اللي بتقولها دي؟ والله انا ما شفتش اي حاجه بعيني، بس بما انه سجل كل الكلام ده يعني لمالك، يبقى اكيد سجل لي انا وانتي برضه حاجات كتير. يعني من الاخر كده، مش انا بس اللي متهدد في الموضوع ده، انا وانتي في مركب واحده. انتي برضه مش قليله، انتي دي بنت فاروق بيه رماح. ما كنتش متخيلة هتوصل للدرجة دي. قصدك ايه يا ديدي؟ بقول لك ايه، اتكلمي، ايه هي اللي ما تخيلتيش انها توصل للدرجه دي؟ لو فعلا آدم عمل كده يبقى انت يوسف لازم تعرف. بقول لك يا ديدي، انا مش جاي اتكلم معاكي دلوقتي عشان اسمع طلاسم والغاز. لو عندك اي حاجه تتقال يا ريت تقوليها ومن غير مقدمات لو سمحتي. آدم ازيك؟ ازيك يا ديدي، عاملة ايه؟ أنا تمام. وحشاني. أنت أكتر. عامل ايه؟ يا بقالنا كتير قوي ما اتقابلناش، تقريبا من بعد ما اتخرجنا. مظبوط، من 12 سنة. يا كتير قوي يا آدم. بس انتي أحلويتي. ميرسي يا حبيبي، أنت كمان ما اتغيرتش. لا مش قوي. بس أنت ايه اللي فكرك بيا يا آدم؟ يوسف. يوسف؟ اشمعنى؟ عرفت شوية تفاصيل عن يوسف وياسمين، يعني في مشاكل، وانا عارف ان يوسف يفرق معاكي قوي، وانه يعيش حياة كويسة ده برضو يفرق معايا قوي، ده صاحبي يعني. وانا ايه علاقتي بالموضوع ده يا ادم؟ لا ازاي بقى ايه علاقتك بالموضوع ده؟ انتي اكتر واحدة ممكن تخلي يوسف كويس وتريحيه. عارف، بس في الاخر يا ادم انا اللي بشيل الزباله لحد ما بيلاقي واحده تانيه وبيروح لها جري. طيب ولو انا قدمت لك كل الضمانات ان يوسف مش هيعمل معاكي كده تاني، هتساعديني في اننا نخرج يوسف من اللي هو فيه ولا لا؟ بص يا ادم، انا مش فاهمه انت عايز مني ايه، ولا فاهمه الموضوع ده هيفرق معاك في ايه بصراحه. لا هيفرق معايا، هيفرق معايا كتير قوي. ديدي انتي اكتر ست ممكن تحب يوسف، اكتر واحدة ممكن تبسطه وتدلعه، ولما يوسف يبقى مبسوط ومتدلع هيسلمني دماغه كلها في الشغل اللي انا عاوز اعمله معاه، ده هيفرق معايا كتير قوي. بس انتي لو مش شايفة ان انفصال يوسف عن ياسمين ورجوعه ليكي هيفرق معاكي، يبقى خلاص براحتك، اعتبريني ما طلبتش منك اي حاجة وما تقلقيش. مش قلقانة يا ادم. يعني موافقة تبقي معايا ولا ايه؟ طبعا موافقة. يومها روحت وانا مش شايفة حاجة غير اكتر ايام حبيت نفسي فيها طول حياتي، الايام اللي كنت ببقى فيها معاك حتى لو انسرتات في حياتي، وهو كان وعدني انه هيساعدني في كل حاجة لدرجة انه هيفكر لي، وما كنتش بعمل حاجة غير بعد ما يقول لي امتى وازاي اجيلك، امتى اطب عليك، فين، واتكلم معاك بانهي طريق. حتى البوستات بتاعة الفيسبوك هو اللي كان بيقول لي اعملها ازاي واكتب فيها ايه واشيرها امتى. لحد ما جت ليلة عيد ميلادي. كل سنة وانت طيبة يا ديدي. يوسف. هاي. مش كفاية تصوير بقى ولا ايه؟ الفيديو اللي صورتيه وانت في العيد ميلاد لازم تعملي له شير دلوقتي، وبعت لك الكلام اللي هتكتبيه عليه. آدم بيقول لك الدنيا بايظة عند يوسف في البيت، يعني لو نزلتيه دلوقتي هتفرق كتير. بس اللي حصل بعد الليلة دي كان بعيد عن أي توقعات وعدني بيها آدم. وقتها حسيت إنك بتروح مني، وإن كل اللي بيطلبه مني بيبعدك أكتر. فجيت لك الجيم يوم ما دخلت لك أوضة اللبس لو تفتكر. ممكن أقعد؟ تقعدي فين يا بنتي؟ بقول لك ده اللوكر الرجالي، هتعملي إيه هنا؟ يوسف هقعد معاك شوية وهمشي على طول. يوم هطلع لي وأنا مروحة. هو كان كده فعلا، بيطلع لي. يخرب
يخرب بيت عقلك يا ادم، خضتني. انا كده بحب اخض الناس. مين اللي قالك تظهري ليوسف دلوقتي؟ مش فاهمه. ردي على قد سؤالي، مين اللي قالك تظهري ليوسف من غير اذني؟ محدش. ولما هو محدش ظهرتي له دلوقتي ليه؟ اتخنقت. اتخنقت يا ادم يا شيخ. ده انا لو عندي جرب ما كانش هيعملني كده. وانت كمان، انت ليه طلعت لي تاني في حياتي؟ ما انا كنت نسيت وطلعت الموضوع ده من دماغي. يا شيخ ينعل ابو صاحبك على شغلك، على مصلحتك، على مصلحته، على كل حاجه بقى. طيب بس 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 اهدي اهدي. عندك حق، بس انا ما كنتش عارف انك انت من النوع اللي بييأس قوي كده. تعبت يا ادم، تعبت عشان بتتصرفي من دماغك. بصي انا هقولك على المفيد، يوسف ده صاحب عمري، محدش في الدنيا دي فاهمه ولا عارفه قدي. وانا اللي بقولها لك، يوسف خلاص بقى بتاعك يا ديدي. بس يوسف لو اتساب دلوقتي هيهرب. يوسف محتاج زقه خفيفه جدا وهتلاقيه فجاه اترمى في حضنك. بس اللي انت عملتيه النهارده ده رجعنا 500 خطوه لورا. يوسف محتاج لخطه، محتاج لحاجة تخطفه عشان يبطل يفكر بعقله ويفكر بمشاعره. وساعتها هتلاقيه اترمى في حضنك وهتاخدي منه كل اللي انت عايزاه. بس لما تسمعي الكلام مش لما تستخدمي دماغك. للأسف أنا مضطر أختفي الفترة اللي جاية دي، بس لو أي هيبقى معاكي هيبلغك بكل تعليم. اوكي يا ديدي. اوكي، بس ايه هي الخطفه؟